أكثر من 75 طالب من طلاب الدراسات العليا من مختلف دول إفريقيا بيشاركوا في مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ والمسمى RACC اللي بتستضيفها جامعة عين شمس، وده بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة IDDC والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المعروف باسم إيكاردا. هتبدأ بكرة يوم السبت 3 سبتمبر وهتستمر لمدة يومين. الهدف من هذه المبادرة هو مناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة. ده بيكون بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في شهر نوفمبر القادم.